على هامش أشغال الدورة الرابعة للجمعية العامة للفيدرالية الأطلسية لوكالة الأنباء الإفريقية فابا، وقعت وكالة المغرب العربي للأنباء ووكالة الأنباء الأنغولية اتفاقية جديدة للتعاون تهدف إلى تعزيز علاقاتهما المهنية وتبادل التجارب. وجرى التوقيع على الاتفاقية من طرف المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء السيد خليل الهاشم الإدريسي ورئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء الأنغولية السيد جوزوي سولوسوفا إساياس. وكالة المغرب العربي للأنباء ووكالة الأنباء الأنغولية تربطهما اتفاقية الشراكة تعود لتسعينيات القرن الماضي، ونرغب في الحفاظ على هذه الشراكة وتفعيلها. وكالة المغرب العربي للأنباء تتوفر على تجربة كبيرة في المجال، والتي ستستفيد منها وكالة الأنباء الأنغولية التي تطمح إلى تعزيز قدراتها وتكوين أطورها. بموجب هذه الاتفاقية تمنح وكالة المغرب العربي للأنباء ووكالة الأنباء الأنغولية لبعضهما البعض حق استقبال واستغلال أخبارهما النصية باللغة الإنجليزية والفرنسية والإسبانية. الطرفان اتفقا أيضا على تعزيز تبادل الزيارات بين أطرهما الصحفية والتقنية والإعلامية. خلال هذه الدورة تدارس مسؤول وكالة الأنباء أعضاء الفيدرالية تقرير الأنشطة ومخطط العمل 2019-2020 للفيدرالية الأطلسية لوكالة الأنباء الإفريقية ودراسة التقرير النهائي للدورة الثالثة للجمعية العامة للفيدرالية والتقرير حول الدورة السادسة لاجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد ببرازافيل، فضلا عن الإحصائيات المتعلقة بالموقع الإلكتروني للفيدرالية. أشغال الدورة الرابعة للجمعية العامة للفيدرالية تميزت أيضا بتدارس اتفاقيات الشراكة والتعاون وحفل تسليم الجائزة الكبرى للفيدرالية الأطلسية لوكالة الأنباء الإفريقية 2018 لأفضل مقال وأفضل صورة. Dans les agences de presse.